السلام الله عليكم مشاهدينا ورحمته وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الرأي الحر، وهذه المرة إلى تونس حيث اعتقال الشيخ راشد الغنوشي. أخيرا أقدم قيس سعيد على اعتقال راشد الغنوشي بعد شهور وربما أكثر من عام حتى، وهو يعني تبث قضايا ضده ويحال إلى القاضي التحقيق ويذهب إلى القاضي التحقيق، وقاضي التحقيق لا يجد أي تهمة ثم يطلق سراحه. أخيرا قامت قوة أمنية بمداهمة منزل الشيخ راشد الغنوشي في شهر رمضان المبارك واعتقلته أو اختطفته وذهبت به إلى قاعدة عسكرية للجيش التونسي. ونتساءل في هذه الحلقة، هل هذا الاعتقال هو بمثابة الضربة القاضية للثورة التونسية؟ أهلا بكم. أهلا بكم. في شهر رمضان المبارك وفي العشر الأواخر منه وفي ليلة القدر تحديدا وفي وقت الإفطار مع الأذان بالذات، يتم اقتحام منزل الشيخ راشد الغنوشي رئيس البرلمان التونسي الشرعي ورئيس أكبر حزب في البلاد حركة النهضة، وهو الرجل الثمانيني الذي بلغ من الكبر عتيا. وتم اعتقال الغنوشي أو قل اختطافه. الاقتحام بهذه الطريقة والاعتقال لم يكن من قبل قوة أجنبية محتلة عدوة لتونس أو التونسيين، بل ويا للأسف من قبل قوات من المفترض أنها أنشئت من قبل الدولة بهدف حماية الشعب والوطن. مصدر من وزارة داخلية قيس سعيد قال إن الغنوشي أوقف بإذن من النيابة العامة على خلفية تصريحات تحريضية له، وهو ما يتناقض مع حقيقة التصريحات التي لا تحتوي على أي تحريض كما يرى الجميع. في الأثناء قررت سلطة قيس سعيد منع الاجتماعات بكل مقرات حركة النهضة، فيما أغلقت قوات الشرطة مقر حزب حراك تونس الإرادة، حيث كان من المنتظر أن يحتضن الثلاثاء مؤتمرا صحفيا لجبهة الخلاص الوطني أكبر تكتل معارض لقيس سعيد. وعلق رئيس جبهة الخلاص أحمد نجيب الشابي قائلا إن قوات الأمن تمنعني من دخول مقر حراك تونس الإرادة وعقد مؤتمر صحفي، واعتبر أن إيقاف راشد الغنوشي أهم شخصية سياسية بالبلاد تجنن عليه، وهو إعلان بانهيار حالة الحريات في تونس. وأفاد الشابي بأنه تم نقل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي إلى المستشفى بسبب تدهور وضعه الصحي بعد أقل من يوم من اعتقاله. ثم وفجر الثلاثاء داهمت قوات الأمن مقر حركة النهضة في العاصمة تونس عقب مؤتمر صحفي عقده الحزب بعد ساعات قليلة من اعتقال رئيسه راشد الغنوشي، وأوقفت القياديين بالحركة محمد الجوماني وبالقاسم حسن عقب مؤتمر صحفي نظمه الحزب في خلفية اعتقال الغنوشي. منذ انقلاب قيس سعيد كنا نقول دائما بأنه من عمل الثورة المضادة، ومع الوقت ومع مجريات الأمور من ضرب للحريات وتدمير للبرلمان ومحاربة للأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، بدأ يظهر جليا شيئا فشيئا أن هناك عمل ممنهج
للقضاء على الثورة التونسية ومنجزاتها، وتنتهي باعتقال قادة الأحزاب وإغلاق المقرات وتكميم الأفواه. فهل وصلنا اليوم إلى الضربة القاضية للثورة التونسية عبر اعتقال زعيم أكبر حزب سياسي في البلاد وهو الشيخ راشد الغنوشي؟ إذن هذا هو سؤال حلقتنا لهذا اليوم، اعتقال الشيخ راشد الغنوشي وإغلاق مقر حركة النهضة ومقر حراك تونس أيضا، هل يمثل الضربة القاضية للثورة التونسية؟ هل يمثل الحلقة الأخيرة في انقلاب قيس سعيد؟ إذن مشاهدينا، يعني اللافت حقيقة أنه عندما اختطف الشيخ راشد الغنوشي من منزله بعد اقتحامه يوم أمس، اقتيد إلى ثكنة عسكرية تابعة للجيش التونسي، وهذا يؤكد النظرية التي كثير من الناس كانوا يقولونها منذ اليوم الأول من انقلاب قيس سعيد، بأنه هذا الانقلاب كان انقلابا من قبل الدولة العميقة، وتحديدا نتحدث هنا عن الجيش والأمن. الجيش هو من قاد هذا الانقلاب، والدليل على ذلك هو اعتقال راشد الغنوشي واقتياده إلى ثكنة عسكرية. إذن هذا الانقلاب كان انقلابا عسكريا أمنيا بامتياز، ولكن بواجهة قيس سعيد، يستخدم قيس سعيد من قبل الدولة العميقة، وعندما ينتهي عمله يعني يبحث له عن مصرف أو عن تصريف. البعض يرى لا، قيس سعيد هو من يستخدم الدولة العميقة، هو من يستخدم الجيش والشرطة. حقيقة أنا أستبعد هذا الرأي، لأنه القدرات العقلية والنفسية والذهنية والحضور والكاريزما وعلى كل الأصعدة التي يفتقدها هذا الرجل، لا يمكن له أن يقوم بمثل هذا الانقلاب لولا دعم الدولة العميقة، لولا دعم الجيش والأمن، أو قل لولا أنهم هم قاموا بهذا الانقلاب وأوهموه، باعتبار لديه هذا الشغف وهذه الأوهام السلطة وأوهام الزعامة التي لا تتوفر فيه حقيقة، ولكن استخدموا هذا الوهم لديه ويستخدمونه حتى اللحظة لتثبيت أركان الدولة العميقة، ثم يبحثوا كيف يعني يمكن أن يبحثوا له عن مصرف. مشاهدينا، الضيف غير جاهز بعد معي، وإلى حين أن يجهز أبدأ باستقبال اتصالاتكم على الأرقام الظاهرة أمامكم على الشاشة. ومعي أبو أنس من مصر، تفضل. برنامج، وشكرا لكم على الاستضافة، حياكم الله وحياكم كل سنة وانتم طيبين. أهلا بك. بالنسبة للي بيحصل، اللي بيحصل الآن في تونس هو المشروع الإماراتي. قيس سعيد استغل الوضع في السودان والرأي العالمي والدولي وكل وسائل الإعلام اتجه ناحية السودان، واعتقل راشد الغنوشي. وهناك تقصير من المعارضة التونسية، يعني الاتحاد العام للتونسي للشغل الطبوبي والمجموعة بتاعته كلهم ما فيش أي رد فعل منهم، كله حيعتقلهم واحد واحد لغاية ما هيعد الدولة قيس سعيد. قيس سعيد ما عندوش مشروع غير الاعتقال، ما عندوش أي رؤية سياسية للدولة. يعني الوضع حيزداد سوء ويزداد، والتونس بتتهار وحيتهددها خطر وجودي بسبب الوضع اللي هو حاليا ده. يعني إزاي كل حاجة اعتقالات اعتقالات، والشعب العربي كله قاعد كده محاصر ومعتقل، كل الدول العربية بنفس الوضع ونفس الوتيرة ونفس الأسلوب، ما فيش تغيير عندهم. هم كلهم دلوقتي بيقول الناس اكفروا في صندوق الانتخاب وامنوا في صندوق الذخيره، يعني بدعوا الناس ان هي ايه، يبقى في احتراب اهل في كل الدول العربيه.
كل اللي بيحصل ده إجرام، إجرام يرجع الشعب التونسي الشعب الحر الأبطال والتاريخ والنضال إنهم هم ينزلوا الشارع ويخلصوا تونس وانتزعوا الحرية. السكوت حيزيد الوضع ازدراء، حيزيد الاعتقالات، حيزيد الجوع، حيزيد الفقر، حيحصل انفلات في الشارع بعد كده من قيس سعيد وعصابته، دي عصابة بتحكم تونس. ما فيش ديمقراطية ولا حرية. اتفضلوا عندك سؤال يا أستاذ زياد. شكرا جزيلا لك يا أبو أنس من مصر، الحقيقة مداخلة ومشاركة جميلة جدا ووضعت النقاط على الحروف. عبد الله من فرنسا تفضل. تكون من أمر المشاركات يعني معكم على هذه القناة المحترمة. شوف أخ زياد، انسوا موضوع قيس سعيد، هو مجرد حصان طروادة، هو طرطور، هو الشجرة التي تحشي بالغابة. قيس سعيد هذا الأبله المعطوه جهة به لتنفيذ مهمة قذرة، وعندما يستوفي الدور الذي جاء به سيقع التخلص منه يعني كأسلافه. الدولة العميقة التونسية هي دولة صهيونية بامتياز، وتحالفت مع كل قوى الردة وكل قوى الظلامية في هذا العالم ضد هذه الثورة الأبية، وخاصة الصهيونية الفرنسية والدول الجوار. أقولها بكل مرارة، يعني حتى جنرالات الجزائر لعبوا دور مهم في هذا، وأموال الخليج وأعلام إعلام العهر التونسي الصهيوني الذي لعب دورا كبير في تخدير هذا الشعب. حركة النهضة لا يزاود أي من يتدخل علينا، نحن أبناء حركة النهضة، نحن من كنا وقودا، نحن من دفعنا، نحن من ماتت آبائنا وأمهاتنا ونحن في المنافي، نحن من قضينا 10 سنين الجمر في المنافي. أنا من جيل فيصل البركات ومن جيل الشماخ ومن جيل هؤلاء، نحن من اغتصبت نسانا، نحن من اغتصبنا داخل السجون، نحن من نكل بنا، نحن من دفعنا ثمن. نصحناهم بأداب النصيحة إخواننا في حركة النهضة، يعني كما يجب بأداب النصيحة. نصحناهم في الغرف المظلمة، قلنا لهم إياكم، قلنا لهم أنكم تسحبون إلى اختراع الخنازير، راهنوا على ترويض الدولة العميقة، قلنا ورفضوا المواجهة وكانوا سببا ونكبة في نكبة الحرس الضيق بالأستاذ قيس سعيد جنة براقش وعلى نفسها. نصحناهم، قلنا لهم إياكم، قلنا لهم يستدرجونكم، قلنا لهم المرة القادمة لن تكون هنالك منافي وبريطانيا، المرة القادمة الجميع، قلنا الجميع سيدفع الثمن، قلنا سينكل بنسانك مثل ما نكل، قلنا لهم لا تخونوا دماء الشهداء. نصحناهم، قلنا لهم التوافق المخشوش الذي دخلتم فيه مع الدولة العميقة وتراهنون على استدراجها، ها أنتم تدفع ثمن. كانوا يرفضون الاستماع، كانوا يرفضون الاستماع يا اخو، ضيقوا وغلبوا المصالح الحزبيه الضيق على مصلحه الوطن، وخاصه الاعلام الصهيوني التونسي الذي جعل منهم هم الضحيه، هم في الاصل هم ضحيه، ولكن جعل منهم هم المعتدي وجعل منهم هم المغتصب، وجاءوا بسياساتهم سياساتهم العقيمه التي لا تلد الا ما ولدت هذا. شكرا لك عبد الله من تونس مشاهدينا، وارحب بضيفي من تونس دكتور الأمين البوعزيزي المحلل السياسي. ارحب بك دكتور الأمين. اذا اعتقال راشد الغنوشي هل يمثل الضربة القاضية للثورة التونسية؟ رغم اني اجد نفسي تحت ضغط ما كنت استمع اليه، يعني بصدق يعني كل شيء يعني معناها يحتاج إلى مناقشة. أخي، الضربة الموجعة التي يعني عرفتها البلاد هو الانقلاب. نعم. لكن ما يجري هذه الأيام البارحة واليوم، اعتقال رئيس البرلمان الشرعي، يعني مقر حركة النهضة أو كل مقرات حركة النهضة في يعني في البلاد معنى تم الحجر عليها. هذا الصباح مقر حزب حراك تونس الإرادة هي ترأس الرئيس المرزوقي، وهو أحد أهم المقرات الرسمية لجبهة الخلاص الوطني يتم إطلاقه، يطرح السؤال هذه الأمور متى تمت؟ تمت الفشل الذريع في تفاوته مع صندوق يعني الصناديق المقرضة، البلد بوضع فلاس كم، بماذا سيشد الناس ولا بديل لديه؟ لا، هذا السيناريو هناك جزء كبير من الخطاب غوائي الاستئصال ما
بعض الذين قصروه ذات 25 جويلية 2021 بتعلة أنه سينصب المشان إلى الإخوانية، هكذا يعني العبارة تقال في تونس. طب هؤلاء فضوا حوله ليس لأن السيادة الوطنية ضربت، ليس لأن الخطة وحد الناس لا يوجد، ليس لأن الحريات مضروبة، لا، لأنه لم ينصب المسار إلى الإخوانية. الفر كلما فشل عند هذا الأمر يصرف منه، يقتل منه، يعني هو جزء من التعبئة، جزء من شد الناس بعد فشله في حل كل يعني معناها مشاكلهم. لكن لا أعتقد، وأعذرني في ملاحظة، وطمئن السيد الذي كان يخاطبك، الأمر ليس مشانقا وليس مجازرا كما يدعي. هذا الانقلاب بالكاد يمسك نفسه. اليوم ثمة إجماع داخل الوطن، قضاة، نقابيين، محامين، مثقفين، جامعيين، كله ضده. هل سيجزر كل الشعب التونسي؟ نعم، ولكن دكتور الأمين، يعني عندما يعني يختطف أو يعتقل راشد الغنوشي ويذهب به إلى قاعدة عسكرية، ألا يشير ذلك إلى أنه، وأنا بالتأكيد أنا في المقدمة تحدثت عن أنه يعني الحدث الأكبر والجلل في تونس كان هو الانقلاب، ولكن هنا كان هناك مراحل لهذا الانقلاب لضرب كل منجزات الثورة التونسية منذ عام ونصف منذ هذا الانقلاب وحتى اليوم، واليوم يختتمها باعتقال قادة الأحزاب والسياسيين المؤثرين في البلد، ومن ثم يتم تكميم الأفواه ويعتبر والحريات وما إلى ذلك، ويعتبر ذلك بمثابة الضربة القاضية للثورة التونسية. ولكن يعني عندما يعتقل راشد الغنوشي ويأخذوه إلى ثكنة عسكرية، إلى أي مدى يشير ذلك إلى أنه القضية ليست قضية قيس سعيد، وإنما دولة عميقة قامت بانقلاب وتستخدم قيس سعيد فقط كقفاز إلى حين تنتهي منه؟ نعم أستاذ، هذا منذ البداية قلنا أن هذا الانقلاب يستعمل الشعارات الكبيرة باعتبار أن الثورة المضادة، إن صح التعبير، يعني أجهزة الدولة العميقة التي تضررت من الديمقراطية والمساءلة والمؤسسات وهذا الأمر، جربت الاغتيالات، يعني فشلت في إسقاط الثورة، جربت الدم واستدراج مؤسسات الحاملة إلى السلاح بضربات موجعة لكنها يعني فشلت، جربت كل شيء، ماذا بقي لها؟ الاختفاء وراء يعني أو في داخل حصان طروادة، شخصية تزايد على الجميع بالثورية، يعني بالنسبة لها الديمقراطية الليبرالية معناها رجعية، وكل الطبقة السياسية التي ناظرت على مدار عقود باعوا، وهو يعني عنتر شاي السيفو. هذا الخطاب الشعبوي دغدغ الناس، لكن في نهاية الأمر هو لو راه ماضي نضالي، لا عنده حزب، لا عنده تنظيم، لا عنده أي شيء، إذا كان حركة النهضة يعني تنظيم كبير وتم التلاعب بها، يعني زمن منها يعني الحكم التلاعب بها من أجهزة يعني الدولة منها العميق، فما بالك هذا يعني ليس له أي شيء، وبالتالي هو في، أنا قلتها دائما، هو في قبضتهم وليسوا في قبضته. بعض الناس يتساءلون كيف طوع كل الأجهزة، أنا أقول لهم الأجهزة طوعته. نعم هذا موجود، لكن أخي أنا دائما عندي أمر آخر أنظر منه، السياق وليس السياق. الثورة المصرية العظيمة تم وأدها بعد عام، يعني كان ممكن معناها، لكن بعد 10 سنوات يعني تقريبا، يعني ولا عندك جيل نزع القداسة عن الساسة. لا أعتقد أنه قادر بهذه الضربات أن يروض المجتمع، خصوصا أن الفتوى التي يقيمونها في غيبة الشرعية السياسية الانتخابية ثم شرعية الإنجاز، هذا صفر إنجاز. يعني حتى النظام الذي أسقطه بدبابة كان يوفر حد أدنى من الحريات السياسية ومن خبز الناس وحليب الناس، اليوم لا حريات ولا خبز ولا حليب. وبالتالي يعني أنا أقول لك هذه الضربة الموجعة خذها مني، ضربة موجعة له أكثر منها موجعة إلى الثورة والديمقراطية، على اعتبار أنه يستنفذ بسرعة كل خراطيش التي كان يعتاش بها. عندما يقضي على الجميع ولا يحل مشكلات الناس سيسألونه، طيب
كل أعداء الثورة وضعتهم في السجن. أين الخبز؟ أين الحليب؟ هذه الضربات تسارع بعمره أكثر من يعني ضرب المسار الديمقراطي يعني في تونس. نعم. ولكن يعني بلغ الفجور إذا صح التعبير سيد الأمين بأن يتم تحريف كلام تصريحات لراشد الغنوشي لاعتقاله بعد أن كانت هناك عدة محاولات تحقيق معه لاعتقاله ولكن لم ينجحوا بذلك. وحتى المعتقلين قبل الغنوشي حتى اللحظة لم يجدوا قضية حقيقية يوجهونها لهم. يعني أنت وأنت معي الآن على قناة الحوار، إلى أي مدى تخشى من الاعتقال من تحريف كلامك والاعتقال بعد هذه الحلقة؟ أخي الفاضل، أنا دائما أقول كل تدوينة أكتبها أقول قد تكون يعني الأخيرة، ودائما أقول لهم هاتفي عندكم لا تروعوا ابني، ويعني خمس دقائق أكون عندكم. الأمر يعني ليس هذا الأمر، أن كل من اعتقلهم يا للفضيحة 10 سنوات جبال من التهم التي تقسم الرقاب، لكن عندما تم اعتقالهم اعتقلهم على تدوينة، اعتقلهم على تصريح، والبارحة يقولون التسريب، مش تسريب التصريح قال على صفحة جبهة الخلاص الوطني على المباشر، يعني تصريح ما لها قاله عشرات المرات. وبالتالي أن يعني ما يجري في ظاهره ضربات موجعة لكن في جوهره تبرئة إلى من تم اعتقالهم. القيادات جبهة الخلاص الوطني ومن معهم الذين اعتقلوا مؤخرا بتهمة الخيانة العظمى والتواصل مع السفارات، بعد ذلك النيابة العمومية اللي هي الناطق الرسمي باسم السلطة برأت كل السلك الدبلوماسي في تونس، ومع ذلك تواصل الناس يعني معتقلون باسم الخيانة العظمى. نعم. يعني كل الدوسيات فارغة. طيب. والهذه الاعتقالات تفرغه ما يعتاش به، هو الآن يصرفه كله ويبذره بسرعة ليس إلا. نعم. طيب، ولكن سيد الأمين يعني هناك، وأقرأ لك بعض من رسائل مشاهدينا، يعني الهاشمي من السعودية يقول لك هي ليست ضربة قاضية للثورة بل تطهير لثورة الشعب التونسي ممن تسلق عليها واختطفها باسم الإسلام كذبا. وهناك أكثر من ذلك، هناك من زغرط اليوم أو بالأمس بعد اعتقال الغنوشي في تونس، وبالتالي يبدو أنه الرجل لديه وجهة نظر ولديه مؤيدين له فيما يقوم به. أستاذ، بالنسبة للمؤيدين في الداخل أقول لك هذا الكلام على مسؤوليتي، وأنا الذي أزعم أني أتابع المشهد السياسي منذ عام 80 منذ كنت طفلاً. في البدايات كان أنصاره جزء منهم أحزاب نعرفها، يعني وجوه سياسية. مؤخراً يعني أصبحت ثم وجوه نكرات مكترات، يعني ويتم تحفيزها بعض الجهل، يعني هو السيناريو مركب أكثر منه حالة شعبية عفوية. بالنسبة للسيد السعودية أو غيره أقول له يعني دائما هذا أدخل هذا البلد وقل كلمة أخيك، أنا من يزايدون يعني من الخارج لا أحترمهم، يعني من التونسي أقصد، إذا اللي حاج اللي ما هوش عقد البلد يدخل مع الناس ويتهم معه ولو يعني كلمة، أما المزايدات من الخارج أقول اخلصوا حشاك. طيب، أنا قرأت لك اليوم حقيقة يعني مقال أو تعليق كتبته على الفيسبوك، يعني تتحدث فيه عن هذا الاعتقال لراشد الغنوشي وعن من احتفل اليوم ربما بهذا الاعتقال. لفتني ما قلته سيد الأمين بأنه من يقايض العدالة والوطنية بسحق الحرية إنما يسحقهم جميعا، فما بالك بانقلاب شعبوي رث جوهره الترويع والتجويع والتبعية والتطويع. اللافت أنه مع كل هذا الوضع في تونس من سيء إلى أسوأ، يعني البلاد على شفا الانهيار، وهناك من يعني سواء قيس سعيد أو
ممن من القلة التي ما زالت تؤيده، ما زالت مقتنعة بأنه، وقيس سعيد نفسه ربما ما زال مقتنعا بأنه المنقذ لتونس، كيف ذلك؟ أولا أخي بالنسبة له يعني تقريبا في بالطب النفسي معناها وضع حالة إنكار، يعني وكأنه لا يعيش بيننا. بالنسبة له نفس الجمل التي قالهم، وأنا كنت يعني كنا قريبين من بعضنا جدا عام 2011 في مقاطعة انتخابات 2011 يعني 23 أكتوبر. الرجل نفس الديسك يعني نفس الخطاب لم يتغير على مدار 12 سنة يعني الآن، وبالتالي لا أتعاطى معه باعتباره ظاهرة يعني سياسية. أنصاره التي يعني الذين تقول يعني الذين يقال أنهم معه، أنا أتحدى أخي أعطيني وجه سياسي اليوم معه. الوجوه التي ترونها في الشارع مكترات مثل الوجوه التي تم اكتراؤها ليلة 14 جان في 2011 آخر لحظة للهتاف إلى يعني إلى بن علي. يعني ليست وجوه سياسية، ليست يعني وجهة نظر، هي وجوه مكترات. أقول لك أمر وحيد أخي، نعم الشعبوية أشرس النظم يعني التي يعني تصاب بها الشعوب. على اعتبار ماذا؟ الشعبوية لا تستخدم عبارات معادية إلى الديمقراطية وإلى الوطنية، لا، هي تغتصب أنبل الكلمات، يعني يذبحك باسم الوطنية، يذبحك باسم السيادة، يذبحك باسم الديمقراطية، هو يغتال كل الكلمات الكبيرة. لكن في نفس اللحظة، في نفس اللحظة الحكومة هي موظفون لديه، ومع ذلك خطابه وخطاب الحكومة أو ممارسات الحكومة مختلفة 180 درجة. هو يتحدث عن السيادة والوطنية ونعمل على أنفسنا وحكومته تتسول البنك الدولي وتتولى تفكيك آخر معالم الخدمات العمومية في تونس بصمت مريب. وبالتالي هذه مش حكومة برلمان يعني لتلعن، هذه حكومته يشرف عليها الوزراء يجتمع بهم فردا فردا، هو مكلف بتفكيك الدولة التونسية تحت شعارات وطنية. نعم طيب، ولكن سيد الأمين، يعني إذا ما استمر قيس سعيد بمنهاجه واستمر بالاعتقال، يعني هناك تعليق لرسالة لأحد مشاهدينا ياسمين مشاهدة من ألمانيا تقول: على نفس طريقة السيسي بالاعتقالات التي لا تنتهي وإلقاء التهم جزافا بالدعم الخارجي المفضوح، واليوم دعم الدعم الخارجي لقيس سعيد بات مفضوحا أيضا من قبل بعض الدول الأوروبية. حال قيس سعيد يقول لشعب تونس: أنا سأبقى جاثما على صدوركم، واللي مش عاجبه سيتم وضعه في السجن. إذن من ينقذ تونس إذا كانت المعارضة في السجون وسيبقى يعتقل إلى ما لا نهاية، وهو يظن أنه دون كيشوت يريد مقاتلة طواحين الهواء الأعداء الوهميين في رأسه؟ إذن من ينقذ تونس؟ أخي الفاضل، طبعا يعني مصير التونسيين بيد التونسيين، وأقول لك وأطمئنك أن كل من تم اعتقالهم وكل من سيعتقلون هذه اللحظة وربما في يعني إنهاء هذا التدخل معكم ليسوا خائفين، أنا معه ليعتقل كل المعارضة في تونس. فقط غدا سيساءل من قبل الناس الذين ظل لهم وقال لهم إن الخراب هو هؤلاء المعارضون، هؤلاء الديمقراطيون، هؤلاء الذين خانوكم، هؤلاء الفاسدون. أنا أطالبه باستكمال اعتقال الجميع، ساعتها سينهي نفسه لأنه لن يجد جوابا إلى التونسيين، إما يرفع في وجههم الرصاص وأما يشيلوه. أشكرك جزيلا دكتور الأمين البوعزيزي المحلل السياسي، كنت معي من تونس، وربنا يحفظك ويحفظ الجميع إن شاء الله. إذن بالنسبة للدكتور الأمين البوعزيزي لا يرى بأنه اعتقال الشيخ راشد الغنوشي بأنه الضربة القاضية أو الحلقة الأخيرة في انقلاب قيس سعيد، وإنما يرى فيه دليلا على الهوة الأكثر التي ينحدر فيها
قيس سعيد إلى أن ينتهي هو وانقلابه ومن يدعم انقلابه أيضا. مشاهدينا، وصلنا إلى فقرة أخبار الرأي الحر. وأبدأ بالخبر الأول من السودان، حيث هاجمت جماعة الإخوان المسلمين في السودان قوات الدعم السريع وأعلنت دعمها للجيش السوداني. وقالت الجماعة في بيان إن قوات الدعم السريع تمردت على الدولة، وهذه الحرب المفروضة على القوات المسلحة خطط لها بمكر وخبث ودهاء من جهات خارجية وإقليمية وعملاء الداخل لتمزيق وحدة البلاد وتفكيك جيشها وتحويل السودان إلى دولة فاشلة. وتابع: سيدفع ثمن هذه الحرب الوطن من دم أبنائه وأمنه واستقراره ووحدته وسيادته واقتصاده المنهار. أنا أذكر في أول يوم من أو ربما اليوم ما قبل انطلاق أو اندلاع هذه الحرب، كان معي أحد الضيوف السودانيين في برنامج أضواء على الأحداث، وقال مثل هذه الفكرة بأن هناك مخطط لضرب وحدة السودان وتفتيت السودان عبر زرع الفتن داخل البلاد لتحويل الأمور إلى حرب أهلية. انتقل إلى خبرنا التالي من سوريا، حيث استقبل بشار الأسد الثلاثاء وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان في أول زيارة رسمية له منذ عام 2011. وقالت الخارجية السعودية أن بن فرحان نقل تحيات الملك وولي عهده لبشار الأسد. يعني الحقيقة منذ وقوع الزلزال المدمر في سوريا وتركيا في فبراير الماضي، تلقى بشار الأسد سيل اتصالات ومساعدات من قادة أنظمة عربية، وكأنهم كانوا ينتظرون أي حدث حتى لو كارثة طبيعية من أجل الهرولة، مثل الظمآن الذي يبحث عن الماء، وكأنه يبحثون عن الماء ووجدوها لدى النظام السوري الذي هو أصلا مسلوب الإرادة. لماذا هذه الهرولة نحوه؟ لا أحد يعلم حقيقة، شيء غير مفهوم بعد يعني سيل الشتائم المتبادلة. السعودية كانت تعتبر بأنه لا يمكن بعد اليوم أن يعاد تأهيل بشار الأسد ونظامه، وبأنه ساقط وما إلى ذلك، حتى أنه يوما ما وزير الخارجية السعودي قال بأنه يجب أن يتنحى أو يسقط بالقوة. وبشار الأسد وصف الكثير من الأنظمة العربية بأنهم أنصاف رجال وما إلى ذلك، اليوم ينسون كل ذلك ويريدون أن يعودوا إلى أحضان بعضهم البعض، وكأنه عشاق يريدون العودة إلى أحضان بعضهم بعد فراق طويل. ولكن على كل حال كما يقال، يعني الطيور على أشكالها تقع. انتقل إلى مصر، وفي خبر أعلن اليوتيوبر المصري المعارض عبد الله الشريف أن قوات الأمن المصري أفرجت عن والده محمد الشريف البالغ من العمر 74 عاما بعد ساعات من اعتقاله على إثر بث مسلسل الحرافيش الذي يقدمه وينتقد فيه النظام السيسي. وعلى إثر اعتقال والده غرد الشريف قائلا: أعلن إيقاف مسلسل الحرافيش ونكتفي بالستة وعشرين حلقة التي تمت إذاعتهم. ويعتقد أن هذا الإعلان جاء مقابل الإفراج عن والده. يعني نظام بهذه الهشاشة
مثل العصابة يلاحق شخص على الكلمة، كل ما قال كلمة لم تعجب هذا النظام يقوم باعتقال والده المسن. يعني أي أخلاق فيها عروبة أو شهامة أو إنسانية، أي أخلاق ليس فقط للإنسانية لأي مخلوق على هذه الأرض، ليس هناك من هذه الأخلاق. إذن مشاهدينا، ونعود إلى اتصالاتكم التي نعود لاستقبالها الآن، ونبحث عن سؤال اعتقال الشيخ راشد الغنوشي في تونس وإغلاق مقر النهضة. هل هو الضربة القاضية للثورة التونسية؟ هل هو الحلقة الأخيرة في انقلاب قيس سعيد؟ وأبدأ مع محمد من فرنسا، تفضل. محمد من فرنسا، يبدو أن محمد لا يسمعني أو ربما غادر. على كل حال أنتقل إلى أبو وليد من الأردن، تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يعني هذه ليست آخر مسلسلات قيس سعيد، على كل حال سيتلوها أشياء أخرى، وليس غريبا أيضا اعتقال الشيخ الغنوشي، لأن الإخوان المسلمين هم، يعني اسمح لي أقول، أنهم شماعة يمكن أن يستغلوا في أي وقت وحين من قبل أي نظام عربي. ولذلك أصلاً من الأشياء الأساسية المهمة التي أتى على أساسها الغنوشي هو قمع هذه الحركة التي تستغل لعدم فهمها للإسلام الحقيقي ولعدم فهمها للسياسة بشكل عام. ولذلك هنا الخطر يأتي من لعدم فهمها للإسلام من الذي أنت تفهمه أبو وليد، لكي تكون الأمور واضحة. يعني لا أحد في هذا الكون يدعي امتلاك الحقيقة كاملة، كل يرى الأمور من وجهة نظره، أليس كذلك؟ لا أوافقك هذا الرأي، لأن هناك حقائق لا تتغير ومتفق عليها جميعا، أن الإسلام لا يساوى على حساب مبدئي على حساب دينه المسلم. فالأخوان يعني في كل مكان تراهم يعني يماطلون ويخادعون الناس لكي يصلوا إلى سدة الحكم في معظم البلاد العربية كما كانوا سابقا، ولكن الآن هذه خطورة قد تؤدي إلى أشياء أخرى. ولذلك قرروا، يعني طبعا مش ليس لهذا السبب، لأنه الإخوان المسلمون وحزب النهضة هم مسلمون، ولذلك سيأتي الإسلام الحقيقي. حينما يأتي الإسلام الحقيقي السياسي التي هي الخلافة على منهاج النبوة، سترى الجميع سينضم إليها بما فيهم الذين عندهم الروح الإسلامية، سواء إخوان أو غير إخوان. لذلك الغرب يخشى من هذه الثورة القادمة على الديمقراطية الغربية المخادعة المستعمرة التي أذلت المسلمين قرونا، ولذلك يريد أن يعني يقضي على كل. شكرا لك أبو وليد من الأردن. الحياة وجهات نظر، على كل حال كل يرى طريقة العمل والنضال والجهاد على حسب فهمه وحسب طريقته، وبالتالي لا يمكن أن يعني يخطئ أحد الآخر، كل يجتهد وكل له نصيبه أو أجره على الله. صالح من الجزائر، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله، ورمضان كريم لهما. رمضان كريم، تفضل يا صالح. لكن بس بشرط خليني نكمل المداخلة، بارك الله فيك. خليني ندخل أولا، استمع أنت والمشاهدين للآية هذه الكريمة، بسم الله الرحمن الرحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله والهدى ولئن اتبعت أهواءهم من بعد الذي جاك من العلم ما لك من الله من المال ولا نصير. صدق الله العظيم.
الماسونية يا وليدين العالمية الصليبية نجحت في المخططات انتها، عندها خمس قرون وهي تخطط ذاك راهي نجحت على يد الطابور الخامس. الطابور الخامس ماشي غير في ماتون موجود في الجزائر في التسعينات وذاك راه يكمل. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم هانت أمتي على يد الإمام. شكرا شكرا لك صالح من الجزائر. نحن ليس لدينا مشكلة مع أحد سوى مع هذه الأنظمة القمعية التي تبحث عن السلطة وعن الكرسي مصالحها الضيقة، ولم تفكر يوما سواء قيس سعيد أو السيسي أو قلت 90% من الأنظمة العربية وغير العربية كثير للأسف من الدول الإسلامية أو الأفريقية، كثير من هذه الأنظمة تبحث عن مصالحها ولم تبحث يوما عن المصلحة الوطنية للأوطان أو للبلاد التي تحكمها. والخارج أيا كان هذا الخارج أوروبيا أمريكيا أستراليا أيا كان هذا الخارج لن يستطيع أن يفعل شيئا في بلادنا إلا إذا وجد الحثالات التي هي على استعداد لأن تبيع نفسها من أجل أن تجلس على هذا الكرسي وتخدم هذا الخارج وتخدم مشاريع الخارج للأسف الشديد. محسن من تونس تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا أخي التاريخ يعيد نفسه. سنة 91 يعني كان هذه الموجة موجة ضد الديمقراطية، لا أقول ضد الإسلاميين، هي ضد الديمقراطية مباشرة في الجزائر وفي تونس 91. والآن هذه الموجة ضد تونس، هذا الظالم يواصل ظلمه. يعني هو إنسان حقود على الديمقراطية، حقود على الثورة، حقود على كلمة الحق، يعني يواصل دائما. وأنا ألوم ما ألومه هو المؤسسة العسكرية والأمنية اللي يسيروا فيه، يعني سيروا فيه وذاهبون الله أعلم إلى نهاية النفق. نعم شكرا. ما تفضل. غلق مقر النهضة، غلق مقر ما نعرفش أنا حبل، غلق مقر متاع جبهة الخلاص، ماذا بقي أن يفعل؟ يعني وهيجان، واليوم نحن رأيناه يعني ما زال هائجا يعني ويقول تحرير البلاد، يعني صادق في قوله تحرير البلاد يعني من الديمقراطية، تحرير البلاد من حقوق الإنسان، تحرير البلاد من كلمة الحق، تحرير البلاد من حق المواطن. ماذا سيحرره هو؟ لا. كل ضرب كل المؤسسات وكل الحقوق وكل حقوق الإنسان وما زال مواصل. هو الآن بدأ هو تصرف نقبة هذا، بدأ تصرف مع المواطن عادي يعني. نعم شكرا. الآن لم يعد هناك لا قضاء ولا أمن بكل صراحة في تونس. صحيح. لا قضاء ولا أمن. صحيح للأسف الشديد بقي في تونس دولة بوليسية شيئا فشيئا، وتستخدم قيس سعيد يعني لكي لا تتسخ صورتها، لكي لا تعود هي إلى الواجهة بشكل مباشر، فتستخدم هذا الرجل الذي كثير من الناس من التونسيين يرونه غير سوي حقيقة. أنتقل إلى شكرا لك محسن من تونس. أنتقل إلى رضا من تونس تفضل. مساء الخير سيدي. مساء الخيرات يا هلا. بارك الله فيك. حياك الله تفضل. اعتقال حركة النهضة ناصر بنوشي، هذه كما قلتم هي الحلقة الأخيرة، وأرجو من الله بهذا نسأله في هذا الشهر المبارك وفي هذه الأيام المباركات نزل فيها القرآن، نزل فيها الحق والحق ضد الباطل، نزل فيها كتاب الله عز وجل، وهذا الشهر المبارك نسأله عز وجل بكل أكف الذل مرفوعة إليه في هذه الليالي المباركات وفي هذه الأيام المباركات، نسأل الله عز وجل أن يضرب الظالمين بالظالمين وأن يخرج من بين المسلمين من بين أيديهم سالمين غانمين.
في كل مكان في مصر وفي سوريا. هذا الذي جاء للنظام السوري الذي يقتل في شعبه اليوم هو يعود يعني. وهذه أخطاء في الحقيقة أخي زياد ما وقعت فيها خلينا نقول الثوار في تونس وأصحاب الحق النهضة والمرزوقي وغيره من هؤلاء أصحاب الحقوقيون في تونس. وهذه ضريبة في الحقيقة. نسأل الله عز وجل أن يرفع هذا الظلم. وهذا الذي في الحقيقة أول ما وصلته للحكم هم الشعب التونسي ومنها أكثر شعب هو من حركة النهضة حتى وصل إلى سدة الحكم. وفي الحقيقة يعرفونه بالأمس كان مع الظالم بن علي وتاريخه يشهد. واليوم أنا لا قال كما قال الأخ محسن الأمن يعني يتساءل من العسكريين والأمنيين هم متورطون معه. اليوم نحن كنا في تونس في قبل بعض أيام نقول الشعب الجيش التونسي يعني بعيد كل البعد عن السياسة. فبان بالكاشف أن الجيش متورط وبعض من الداخلية متورطون. وهذه ضريبة لأنهم إذا كان في الحكم الأول ضربوا على أيدي الظلمة من ضربوا من خالوا تونس 70 سنة وهم يضربون أغلقوا جامع الزيتونة وضربوا كل ما يعني يمس بالإسلام. هم ما همش يضربوا في النهضة، هم ناس علمانيين. هذه العلمانية المقيطة في تونس لم أراها في تركيا ولم أراها في فرنسا ونعاني منها. هذا أبناء العلمانية المقيطة نعاني منهم ولا زال بإذن الله سينتصر الحق بإذن الله. شكرا لك. إن شاء الله بالتأكيد وهذا وعد الله الحق سينتصر في نهاية المطاف. شكرا جزيلا لك رضا من تونس. أحمد من فرنسا تفضل. ألو. نعم تفضل يا أحمد. السلام عليكم أخي الكريم. السلام ورحمة الله. أخي الكريم، من أدخل الغنوشي اليوم إلى السجن ربما يكون في السجن وهم الأحزاب، هم الأحزاب المعارضة. أنا أشرح الأخي لماذا. أين هذم الأحزاب المعارضة اللي ما توقفش اليد في اليد؟ هذا الشيء كان صرا في مصر لإخواننا إخوة المسلمين عندما انقلب الأحزاب وعلى رأسهم السفاح السيسي على مرسي. وكل الأحزاب شاركت في هذا الانقلاب. الجزائر في 91 انقلاب على الجبهة الإسلامية انقذوا. كل الأحزاب شاركوا في هذا الانقلاب وعلى رأسهم أكبر حزب وهو الأفافاس والنهضة والأرسيدي وأكثر حزب. اليوم الغنوشي يا أخي الكريم هذا كان يكون قد يكون رئيس ولكن كان يعنيك تخلى على عدة مراحل عدة أماكن سياسية كبيرة وقال أنا نكون رئيس كرئيس حزب. ما بغاش يسرى لكما يسرى المرسي. ولكن عندما اليوم نشوفوه يدخل السجن أين هم هذه الأحزاب يا أخي زملائه؟ يعني ما قدوش نقول قيس سعيد. قيس سعيد والله وما نبقوش نهضروا باليد الخارجية. لو كان ما كانتش عنده أيادي داخلية من الأحزاب ما يكونش اليوم موقوف هذا الشيخ اللي ضحى بحياته يا أخي الكريم. وهنا حتى نقول للشعب التونسي أينكم يا الشعب، أينكم يا معارضة وخاصة هذا الناس اللي يتكلموا بالمعارضة. زميلكم في يد البوليس واش راكم تستناو؟ هذا كل شيء يا أخي. شكرا لك أحمد من فرنسا. هو من قبل الشيخ راشد الغنوشي هناك من اعتقلوا وما زالوا معتقلين منذ أشهر يعني قبل الغنوشي. واليوم يعني تجرأ قيس سعيد وأقدم على اعتقال الشيخ راشد الغنوشي. وأختم مع زكريا من فرنسا تفضل. مساء الخيرات تفضل. مساء النور سيدي. القول أن قيس سعيد أو تستغله الدولة العميقة فأنا برأيي المتواضع العكس. فقيس سعيد فقبل قيس سعيد حتى في عهد الرؤساء الآخرين مرزوقي هذا المرحوم قيد سبسي وحتى في عهد بن علي لم نكن نسمع
أن العسكر يتدخل في السياسة التونسية، لم نكن نسمع هذا. لكن عندما أسقط قيس البرلمان وانتهت جميع أوراقه، بدأ يهدد التونسيين، إخوة التونسيين، بالجيش، بالقضاء، بالسجن. بدأ يتصرف وينقل ما يعني يقول له جاره الجزائر والمنظومة العسكرية في الجزائر. هذا هو، فهو الذي سمح للدولة العميقة بالرجوع إلى الساحة من جديد. أمر إلى نقطة لو سمحت بسرعة باختصار. لازم نضع هذا ما يحدث في تونس في السياق الديمقراطية العربية. العرب بعيدون كل البعد عن الديمقراطية. العسكر في موريتانيا، العسكر في مصر، في السودان، من أجهز على الديمقراطية وعلى المنظومة الحاكمة إلى آخر ذلك؟ جنرالات، الكروكوديلات، الجنرالات في الدول الغير ديمقراطية هي التي تسيطر. نتمنى كل الخير لتونس، نتمنى حراك جديد قوي كي يسقط هذا الرجل إن شاء الله. شكرا لك زكريا من فرنسا. الحقيقة هي وجهات نظر وتحليلات في النهاية. هل قيس سعيد يستخدم الدولة العميقة أم الدولة العميقة تستخدم قيس سعيد؟ لا ننسى يا زكريا بأنه قبل أن يقوم بانقلابه بأيام ذهب وزار القيادة العامة للقوات المسلحة، وزار وزارة الداخلية أو مركز الأمن الرئيسي لا أدري ما هو، ثم ذهب إلى مصر إلى السيسي لكي يأخذ منه البوصلة كيفية القيام بهذا الانقلاب. إذن هو عمل مشترك. أنا برأيي، ربما رأيك هو صح، ولكن أنا أعتقد أنه لا، هناك عمل ممنهج من الدولة العميقة، واستخدمت بالاتفاق ربما مع مصر، واستخدمت قيس سعيد في هذا المضمار. على كل حال نتمنى كل الخير لتونس ولكل بلادنا العربية والإسلامية، والخلاص والحرية من هذه الأنظمة المتسلطة. كما أشكركم مشاهدينا على حسن المتابعة، ألقاكم بخير.